كل مرة بتقلي أنا مش عم دور عليكي لرجعك على البيت، لخلص ضميري وأقول لك إنه خيك في احتمال بأي وقت يطلع بوشك، وشاري فرد وحالف إنه بده يقوصك. الو الو، إيه ماما، فيك تيجي؟ فيك تفوت ماما؟ فين بدي أشوفك؟ الله يرضى عليك. وين وين مين؟ ماما أنا عم بقول ماما، يعني مين بده يكون يا رامي؟ شو بدك؟ بدي أشوفك ماما. انا ما بدي اشوف حدا. رامي بس أنا أمك يا ماما. ما بدي اشوف حدا، خليكم جوا وبطل هالشي اللي عملتي كله. رامي خلص. رامي أنا ما عم بعمل شيء إلا إني عم بحاول وافع رجلي وإجرى أحضنهم وشوفهم قدامي وأفرح فيهم مثل أي أم، ما عملت شيء يوطي راسه أو يستحي فيني. بليز ماما، ما حدا بيحل محل الأم، في شيء ناقص ومهم مش سنوي. أمك ما كانت موجودة بطفولتك، وعم بتقولي لليوم الإنسان حتى لهالوقت بحاجة أنت لأمك. ليموت بضل بحاجة للأم. بس كيف عندك حاجة لشخص تخلى عنك إرادياً ومش موجود؟ لأنه ببساطة هي أم وأنا أم. هي اليوم وين؟ موجودة بس ما أنا موجودة. وأنت وين اليوم؟ بالشارع. ليش من عنف أسري إلى عنف بالشارع؟ لأنه السند والحماية ما بقنوا موجود. إذا أنت لا عم تقدر تقعد ولا تنام ولا تتحرك بريحتك مع العلم أنه هيدا بيت بيك ومنبوس فيه، عم تتعرض كمان للعنف فيه. بأي ظروف عايشة بالشارع؟ بأسوأ الظروف، بالبرد والشتاء والتنمر والتعب وقلة النوم وكل شيء. وين بتنامي؟ بحط كرتوني وبفردها بمدخل بناية لما يكون طقس كتير شتي لأقدر أديرها من الشتي. لما الأم شافت إنه بنتها بهذا الوضع تحديداً، ليش الأم ما لعبت دور كرمال تحميكي من الشارع ومن العنف الأسري اللي كان ممارس عليك داخل المنزل؟ لأنها هي رافضتني على شكلي ومرضي ومطلقة، ما في حنية، ما في رحمة، ما في اهتمام. يعني أمسيو مالك، أنا عم أقول لك بنت 33 سنة حضن أمي فعلياً ما بعرفه. ليش بدها تصد بنتها؟ لأنها ببساطة أمي بتستحي فيني وبتستحي من إعاقتي، خلتني أكره حالي، أكره شكلي، أكره وضعي الصحي أكثر. بس أنت مقتنعة بالكلام اللي بتقوله أمك أو أنت بتشوفي حالك؟ قنعتني، لا صراحة قنعتني. بتشوفيها لأمك بالشارع؟ أيام تجمعنا صدف. شو بتقلي؟ أول كلمة إنه أنت مستواكي الشارع. دايما بتحاول تحسسني بالذعر وبالخوف. إنه قالت لك ارجعي على البيت؟ تعرض عليك ترجعي على البيت؟ هي كل مرة بتقلي أنا مش عم دور عليكي لرجعك على البيت، لخلص ضميري وأقول لك إنه خيك في احتمال بأي وقت يطلع بوشك، وشاري فرد وحالف انه بده يقوصك. واذا اليوم قررت الام تقول لك شيء لاول مره؟ بتمنى. بدك تسمعيها شو بدها تقول لك؟ ماما هون، انا مسج بدها توصل لي اياها. انت شو بدك؟ ما بعرف شو بدور براسها، مستعده تعمل اي شيء حطمني. بدك تسمعي الرساله؟